كل شوية يطلعوا يقولوا لنا في دفعة فلوس جديدة وصلت البلد، سواء من صندوق النقد ولا صفقات البيع زي صفقة رأس الحكمة، واللي هيتم استلام الدفعة التانية منه. أدي مدبولي بيقول مصر ستحصل على الدفعة التانية من مستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع. حبيب قلبي والله العظيم، ولسه كمان شغال بيع، يعني في فلوس تانية من الخارج. تحالف خليجي يسعى لاقتناص 25% من سيتي لاب. طب يا جماعة، ليه حتى الآن مش شايفين أي دلالة، أي إشارة، أي تحسن؟ المريض بيموت. مدبول الحقيقة خبط كدبة لوز العنب، فسر بيها حملة، يعني ليه مفيش تحسن على المريض؟ فقال لك التجار. وكان امبارح تهديد يوسف الحسيني أول امبارح إنه هيكهرب التجار. السيسي نفسه قال لك احنا ممكن ناخد شوية حاجات ونوزعهم احنا في السوق. اتاري كل اللعبة دي عشان يستولوا على البضائع. اسمع مدبولي بيقول ايه. احنا كان دايما بيبقى المشكلة البضائع متراكمة، والبضائع ما حدش بتخرج لان مش لاقيين دولار وبندبر دولار، ونتيجة لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة، تقديرا لان انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار، فقلنا ما فيش حاجة اسمها نصادر البضائع والكلام ده كله. طيب ايه اللي حصل النهارده؟ اخر لقطه شفناها النهارده، الحكومه خلصت هي والبنوك اجراءات لبضايع بكام يا فندم؟ كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي 5 وشويه، انا بتكلم على الفتره الاخيره، 4.5. اللي خرج بضاعته، اللي خرج بضاعته 2.5 او 2.8. طب في حوالي بضايع موجوده في المواني ب 1.7 او 1.8 مليار دولار، ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك. طب الناس مش عايزه تروح تاخده ليه؟ قالوا اصل هم مستنيين الدولار ينزل تاني اكتر، روحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل، فيبقى هم كده يكسبوا. انا فهمتهاش، التجار مستنيين الدولار ينزل تاني عشان يروحوا يجيبوا البضاعه. طب هم لما الدولار ينزل تاني، يعني هو الدولار نزل طلع هم يكسبوا لانه هبيجيب البضاعه، وكانت ازمه التاجر في الدولار، الدولار متوفر حضرتك هيروح يجيب. ليه الدولار مستني التاجر؟ انتوا عايزين تعملوا ايه بقى؟ هتصادروا البضاعه يعني لو التجار ما خدتش؟ انا شايف النصيحه، انا فاكر النصيحه دي بتاعت مين، انا فاكرها النصيحه دي وهو مش هياخد غير بكار. النصيحه دي كانت بتاع السيسي. نسمع السيسي كان بيقول ايه كده. الحكومه ممكن تتدخل تعمل ايه؟ العب. بدون شك انا بعترف ان الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه، بس الفتره دي الحمد لله رب العالمين احنا تجاوزناها وبقى في استقرار في كل شيء. فانا بتكلم على ان احنا دكتور مصطفى، لو الامور سواء كان نحن نحيي موضوع الاحتكار والمؤسسات اللي هي المحليه بهذا الامر، او ان انتوا تخشوا خدوا 2 3 مليار هاتوا بيهم سلع وتبقى المؤسسات الدوله هي اللي بتقوم بالدور عشان تعمل توازن في السوق. يعني صحيح، يعني لان احنا يعني انا مش قادر اقول يعني مش هشكك في زمن حد ولا في ضمائر حد ولا في وطنيه حد، لكن خلينا نقول يعني دي بلدنا كلنا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعني هتعمل كده وبعدين تطلع مثلا يعني تحج، او تعمل كده وبعدين تطلع زكاه، تطلع من اني مال يعني. فالقصه كده بقى، القصه ان انتوا تقولوا انه التجار، اصلا مش فاهمها، يعني ايه التاجر مستني الدولار ينزل عشان ياخد البضاعه بتاعته؟ ما هو ببساطه التاجر عنده بضاعه في المينا، المينا دي مش سداح مداح، ده فيها ايجار، فكل يوم البضاعه واقفه في المينا التاجر هيدفع، المستورد ده هيدفع ارضيه، يعني هو مش قاعده كده في فندق في ملجا، ده قاعده بفلوس. فيطلع مصطفى بتقول يقول لك اصل التاجر مستني الدولار لما ينزل عشان يروح ياخد البضاعه بتاعته، حتى لو الدولار بقى ب 30 جنيه ما هو هيدفع كل يوم ارضيه عن آلاف الأطنان من التجارة دي أو من المنتج ده. إزاي قاعد أفكر فيها الصبح، إزاي مصطفى مدبول بيقول الكلام ده؟ بتضحك على مين؟ أنا مش تاجر ولا عمري ولا هبقى تاجر، إنما يعني إيه التاجر مستني الدولار ينزل عشان يروح يجيب بضاعته اللي واقفة في أرضية المينا كل يوم بيدفع عليها فلوس؟ طلعت صفحة ما تصدقش قالت لك إيه بقى؟ مصطفى مدبول كذاب. غرامات تأخير وزيادة الدولار الجمركي، لماذا يرفض المستوردين استلام بضائعهم من المواني؟ عليهم غرامات تأخير. إنما ما تقولش يا كذاب، إحنا في رمضان يا راجل، ما تقولش التاجر مستني الدولار ينزل أكتر عشان يروح يجيب البضاعة،
ده على اساس ان البضاعه واقفه في الهواء. ده البضاعه دي هتخسر وهتفسد وهتبوظ وهيدفع عليها غرام التاخير. ايجار كل يوم ارضيه، حاويات كبيره جدا شايله الحاجات دي، عليه كل يوم ارضيه ايجار بيدفعها، ولو ما دفعش عليه غرام التاخير. ده غير ان البضاعه ممكن تبقى اكسبايرد تبوظ. قال لك التاجر قال مستني، فطلعت صفحه ما تصدقش، قالت لك لا ده هم اصلا عليهم غرامات تاخير، وبعدين حصل زياده في الدولار الجمركي. وده بقى اللي خلاهم مش عارفين ياخدوا بضاعتهم. ورغم كده لسه الاسعار بتزيد. مصر الموقع بيقول نتوقع ارتفاع معدلات التضخم الى 40% بعد زياده المحروقات ورفع الفائده. ده غير كمان زياده اسعار 3000 صنف من اصناف الدواء، زي بتقول هيئه الدواء كده، هيئه الدواء تتجه لرفع اسعار 3000 صنف. ده غير ان الدولار والذهب رجعوا يزيدوا تاني بعد تعويم الجنيه، زي ما قال الصحفي هاني عبد الرحمن بسبب عوده خروج الاموال الساخنه. هاني عبد الرحمن بيقول كده. سببين للزياده اللي حصلت في اسعار الدولار والذهب، السبب الاول هو تحويل جزء من مستحقات شركات البترول اللي كان على الحكومه وقيمتها حوالي 6 مليار دولار، تم تحويل جزء منها. السبب الثاني ان عدد من المستثمرين في وزون الخزانه المصريه اشترى فوائد تصل الى حوالي 30% او اكثر، وبعدين الحكومة نتيجة الإقبال الكبير على أذون الخزانة خفضت الفايدة، فدول باعوا عشان يستفيدوا من فروق الفايدة. طبعا أذون الخزانة بتبقى 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، فحولوا الفلوس دي للخارج. ده طبيعي جدا، بعد تحليل سعر الصرف ممكن نشهد زيادة وهبوط، لكن عندنا حصيلة دولارية وأمر لا يخلق إطلاقا. أنا طبعا مش بدافع عن الحكومة، لكن هذا هو طبيعة وديناميكية الحركة المالية بعد قرار تحليل سعر الصرف. أنا مش عايز الناس تقلق إطلاقا. طيب للأسف الأزمة الاقتصادية في مصر مستمرة رغم كل الصفقات والقروض دي، زي ما قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب. قال ايه بقى؟ قال الأزمة الاقتصادية مستمرة وسوف تستمر، لكن هناك مؤشرات سوف تحدد هل هي في طريقها للحل أم للتفاقم. يعني الراجل بيقول كده، وبيقول والاحتياجات الدولارية لأحداث نوع من الاستقرار في السوق المصري تقدر بحوالي 17 مليار دولار، وحاليا لدى الحكومة 18 مليار دولار، وإذا تم الاستفادة منهم بشكل جيد وإدارتهم بشكل اقتصادي متوازن، فهذا سيقود لاستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الأقل خلال العام الحالي 24. أما عن الحلول الاقتصادية فهي تتطلب وجود معطيات على الأرض، وده اللي قاله الباحث الاقتصادي أبو بكر. أبو بكر بيقول بقى، أبو بكر الدين، استمرارية استقرار سعر الصرف الجنيه تتطلب وجود موارد دولارية،